الى الان منتخب مصر يمكن انا اختلف شويه مع ناس كتير ان هو ملوش هويه مع مستر اجير للاسف الشديد، يعني هو ده اللي مخوف الناس. هنتكلم كلام ايه عملي، يعني احنا سبورت للمنتخب بكل طبعا بكل حال، وهنشجع المنتخب في اي وضع وفي اي حال، وموافقين على اللي هو عايزين عمله، شويه دوافع بلاش الهويه، وموافقين على اللي هو عمل. او ما انا بقول لك ادينا دوافع موافقين على اللي هو عمله. بس خد بالك انت برضو، بص يا شريف، شوف انا اقول لك على حاجه، انا لو مش لعيب كويس الجمهور مش هيشجعني، ده مبدئيا. اكيد لو طبعا. لو الناس ما بتثقش فيا مش هتنزل وتشجعني، لو الناس ما عندهاش ثقه فيا مش هتروح تشتري كل التيكتس دي وتخلصها عشان منتخب مصر بيلعب بطوله. الناس متاكده ان مع الـ مع تشجيعهم لمنتخب مصر وشويه الدوافع اللي موجوده والملعب والكره وانت بتلعب على ملعبك والبطوله على ملعبك وانت وصيف البطوله اللي فاتت، فده اللي مدي الناس دفع كبير دفع للبطوله اللي احنا بنلعب فيها دي، البطوله الموجوده على ارض مصر. انما احنا ما شفناش برضو مستر اجيري التاكتيك اللي هو بيلعب بيه، يعني احنا اتفرجنا على ماتش تنزانيا وماتش مع غاني، لعيبه مختلفه. انت النهارده احنا قاعدين مش عارفين، مش هو ده الهدف، ما هو ما عندوش وقت برضه. مش هو ده الهدف من انك بتلعب الماتشات دي عشان توصل للشكل النهائي؟ خد بالك الهدف يعني مش لازم يبان لك دلوقتي، ممكن يكون هو من خلال الماتشين كان عنده رايين في دماغه او وجهه النظر استقر على حاجه. بس خد بالك ده خلي بالك حته الوقت قليل، ما هو ده اللي انا بقوله. الوقت قليل عشان دخل عناصر وكان عايز يشوفها. فاهم الوقت ده على المنتخبات كلها على فكره. لا انا فاهم، بس حتى هو كان لازم المباراه الاخيره من كلها عندها ستابيليتي، كان لازم يلعب التشكيله يعني الاساسيه معروفه التشكيل بتاعها معروف عشان اشوف احط ايدي على الاخطاء. يعني غينيا كان لازم يلعب التشكيل الاساسيه الشوط الاولاني عشان احط ايدي على الاقل. بالظبط كده، اقول لك انا حاجه، لان الوقت قليل، الوقت قليل جدا. هو عايز يقول للناس ان انا دول اللي موجودين.